الممثل يعني المادة اللي بتطلع معاه في المشروع أو في الشخصية اللي بيقدمها هي جزء منه. يعني ممكن تكون حاجة مثلا صفة موجودة فيه بس مش كبيرة، لكن في الكاركتر كبيرة فهو بيكبرها أكتر. لكن في الآخر أنت كل الحاجات اللي بتقدمها هي جزء منك، جزء منك ومن طريقة تفكيرك ومن فهمك. ببحث عن الحاجة، النوع الشخصية اللي ما اتعملش قبل كده، أو أنا ما قدمتوش قبل كده، أو بيحرك جزء جديد بعيدا عن مثلا. يعني ما بحبش التصنيف بفكرة مهنة الشخصية. يعني مثلا عادة بعض الممثلين بيهربوا من مهنة الشخصية، إن أنا عملت ضابط هنا ما عملش ضابط تاني. لا، أنا ما عملش شخصية مثلا هنا طبيعتها كذا، وفي شخصية قريب الطبيعة طبيعتها قريبة منها، ده اللي يفرق معايا. فدايما ببحث عن شخصية تحرك جزء جديد جوايا، ما أنا ما بحثتش فيه، أنا ما دورتش فيه. يعني بحاول قدر الإمكان، وما فيش رفاهية إنك دايما تختار نقطة بعيدة جدا عن النقطة اللي قبليها، لكن بحاول دايما الاقي نقطة بحث جديدة بالنسبة لي لأي كاركتر بعمله. مفيش شخصية مثلا خدت مجهود أقل من شخصية، يعني كل شخصية ليها مجهود خاص بيها، وكل شخصية ليها حالة بحث. ما أقدرش أقول لك أنا مثلا في دي كان البحث أقل أو في دي كان البحث حسب. أوقات برضو كثرة التفكير زي قلة التفكير في التمثيل، يعني برضو كثرة التفكير او الاوفر ثينكينج بيعمل لك مشكلة، انك انت بتبقى مش طبيعي وبتفقد التلقائية بتاعت الشخصية. يعني في خط شعرة كده بين فكرة انك تفكر في الكاركتر وتبحث فيه، وتسيب الحتة التلقائية اللي موجودة تتحرك جوه الكاركتر. اوقات التفكير كتير بيعطلك كممثل. يعني أنا مش مع نظرية التفكير كتير، ولا مع نظرية عدم التفكير كتير في الكاركتر.